السلام عليكم ورحمة الله. حلقة اليوم غادي نشوفوا فيها شيما براتيك دلاسانسور أو المصعد. دونك هنا كيف كتشوفوا معايا هنا غادي نشوفوا اليوم فقط شيما براتيك ديال لاسانسور دو ايطاج، والحلقة المقبلة نشوفوا ديال 3 ايطاج و 4 ايطاج. دونك المصعد ديال دو ايطاج أو المصعد ديال 3 ايطاج أو 4 ايطاج. دونك في هذه الحلقة هذه عندي دو ايطاج فقط. دونك احتجت 4 ديال لي كونتاكتور و 4 ديال لوكسيليير و 4 ديال لي فانت كورس وربعة ديال لي فوايون باش نشوف اين ايطاج انا فيه، وكاتر بوطون بوسوار ديال الماش. لاري فقط درتو هنا غير باش ندير لاري دلانستالاسيون فقط، هذا ما كيكونش، هذا كيكون في لارموار ما تلقاش عندك في ليطاج. تلقى في ليطاج كاين الاس ان والاس 2 والاس 3، يعني على حسب الطبقات اللي عندك النيميرو ديالهم، كل طبقه والنمره ديالها. دونك هادو هما اللي كيكونوا في الطبقات. دونك هادو بربعه بيهم فقط ديال دو ايطاج. دونك عندي هنايا كيف قلت لكم 4 كونتاكتور. بالنسبه للشيما دو بويسونس، دونك الشيما دو بويسونس عندي هنا الكا ان ام والكا دو ام، الكا ان ام والكا دو ام انفيرسور دو سونس دو مارش، والكا 3 ام والكا 4 ام لا ميم شوز، حتى هو انفيرسور ديماراج ديريكت دو سونس دو مارش. هذا وهذا ديماراج دو سونس دو مارش، وهذا وهذا ديماراج دو سونس دو مارش. الكا ان ام والكا 3 ام لا ميم سونس، دونك كيطلعوا مثلا غيطلعوا بجوج بهم الفوق راه لا ميم سونس. الكا ان ام والكا 3 ام، الكا دو ام والكا 3 والكا 4 ام كيديروا لي النزول بجوج بهم ديسونت، دونك كيديروا لي بجوج بهم. دونك كيف كتشوفوا معايا هنايا لا بويسونس الدخله ديال لا بويسونس، دونك عندي هنا 3 فاز، دونك لا ميم شوز هنا 3 فاز، دونك الغوج غوج في جون جون في نوار نوار. دونك لا بويسونس لا ميم اونتري ديال لا بويسونس اللي هنا هي اللي هنا، دونك باش يبقى ليا نفس لو سونس ديال المحرك. دونك الا خدم لي هذا في الصعود هذا يخدم في الصعود، هذا مع هذا انفيرسور دونك هذا يرجع، والعكس هذا ثاني كذلك غادي يرجع لان الانفيرسور ديال هذا ديال 4 واي. دونك هذا وهذا لا ميم شوز نفس لو سونس، الكا ان ام والكا دو ام انفيرسور، الكا 3 ام والكا 4 ام انفيرسور، الكا ان ام والكا 3 ام لا ميم سونس، الكا دو ام والكا 4 ام لا ميم سونس. دونك نديرو ليسي حالا معكم. دونك لما كنكليكي على بوطون بوسوار اس ان دونك غادي يخدم ليا الموتور، غيطلع ليا ليطاج ان. دونك كليكي على بوطون بوسوار اس ان دونك كتخدم ليا الكا ان ام، دونك اللي غيدير ليا لو سونس ان، دونك غيطلع ليا الايطاج ان. دونك لاسانسور غيطلع ليا الايطاج ان، دونك فوقاش غادي يتوقف حتى يقيس ليا الفانت كورس. دونك لما يقيس ليا هذا الفانت كورس هذا دونك كيوقف المحرك، دونك وكيبقى ضاغط على الفانت كورس. دونك انا نبقى مورك على الفانت كورس، وغادي مثلا بغيت نطلع للايطاج دو دونك نورك على البوطون بوسوار اس دو. دونك هذا لما كيدير لاري سوا نبقى مكليك على البوطون هذا الفانت كورس، لما مكليكيش راه يعطيني لا مارش، ولكن هو في ديك اللحظه كيكون مكليكي على الفانت كورس. دونك الموتور راه قايس الفانت كورس، دونك نكليكي على بوطون بوسوار اس دو باش نطلع للايطاج دو مثلا. دونك يخدم لي، دونك يتحل كيولي البوزيسيون انيسيال ديالو الفانت كورس، وكيبقى غادي شغال حتى يوصل ليا الايطاج دو. لما غادي يوصل ليا الايطاج دو غادي يقيس الفانت كورس ديالو ويدير ليا لاري. دونك كيف كتشوفوا معايا هكا، دونك غيدير ليا لاري ويبقى قايس الفانت كورس. دونك بغيت ترجع مثلا للايطاج ان، دونك الايطاج ان لا بغيت ترجع له، دابا رانا في ايطاج دو دونك راه قايس ليا الفانت كورس، رجع الايطاج دو نكليكي على بوطون بوسوار اس ان بريم، دونك ويرجع ليا للبروميير ايطاج. دونك يرجع ليا للبروميير ايطاج كيف كتشوف معايا راه شاعله لا لامب ديال البروميير ايطاج، حيت انفيرسور ديال هذا نوصل لايطاج دو غادي يرجع ليا لانفيرس غيرجعو لايطاج ان، دونك حتى يقيس ليا الفانت كورس. لما يقيس ليا الفانت كورس دونك بغيت نرجع مثلا الايطاج اللي كنت فيه الاول للزيرو، دونك كليكي على بوطون بوسوار اس دو بريم، دونك يرجع ليا المحرك الايطاج زيرو لا سانسور، يرجع ليا الايطاج زيرو حتى يقيس ليا الفانت كورس. دونك لما يقيس ليا الفانت كورس يدير ليا لاري. دونك دابا راه ستابيليزي في الزيرو، غيكون الفانت كورس مأكتيفي هكا. دونك انا بغيت مثلا نطلع مباشره للايطاج دو، دونك كليكي على بوطون بوسوار اس دو مباشره بلا ما ندوز للايطاج ان، يطلع مباشره للايطاج دو ما يتوقف ليش في ايطاج ان. واخا يقيس ليا الفانت كورس ديال الايطاج ان ما يوقع والو، واخا يقيس ليا الفانت كورس ما يوقع والو، حتى يقيس الفانت كورس ديال الايطاج دو عادي يتوقف هكا ما يتوقفش نهائيا حتى يقيس الفانت كورس ديال الايطاج دو.
دونك وصل فات الايطاج 1 دابا راه وصل ايطاج 2 غيدير لار. كاينه حاله اخرى هي كذلك مثلا انايا نطلع مثلا نولي رجع للزيرو مثلا نكليك على بوطون بوسوار اس 2 بريم دونك لما يرجع ليا دابا راه مثلا من ايطاج 2 هابط ليا لايطاج 0 دونك راه انفيرسور دونك راه خدام ليا داك لاسانسور السانسور هابط دونك وشي واحد بغى يديكلاري مثلا يطلع لايطاج 1 واخا يورك لا بوطون بوسوار ما يعطيش اي بوطون بوسوار ما يمكنش يعطيه. مهم هذه جدا لان الا ما كنتش داير واحد لي فيرويج وداك الشيء ما يمكنش يعطيك. الا عطاك دونك راه مشكل عيد الا كان انفيرسور غيطيح لك الديجونكتور وما يمكنش يشتغل انك نتايا مثلا مديكلاري هابط الايطاج 0 وواحد اخر كيديكلاري طالع الايطاج 1 دونك امبوسيبل حتى كيقيس الفاند كورس ويتوقف عادي يعطيك الايطاج اللي موراه. دونك في هذه الحاله هذه واخا تورك على جميع لي بوطون بوسوار ما غاديش يعطيك نهائيا. دونك فوقاش غادي يعطيك حتى يقيس الفاند كورس. دونك لما يقيس الفاند كورس ديال ايطاج 0 يتوقف عادي يمكن واحد اخر يديكلاري يمشي لايطاج 1 مثلا يكليك على بوطون بوسوار اس 1 عادي يمكن يعطيه. كذلك الا كان غادي البوطون بوسوار كليكيت عليه وغادي لي لاسانسور غادي ليا الايطاج 1 ما يمكنش واحد اخر يجي ويديكلاري الايطاج اخر. دونك هذا هو الشيما براتيك ديال لاسانسور دو ايطاج. ان شاء الله حلقه مقبله نديرو ديال 3 ايطاج و 4 ايطاج بحول الله. انتم فقط شجعونا وان شاء الله الحلقه المقبله مباشره بعد الحلقه هذه او الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون شيما براتيك ديال هذه الحلقه هذه شيما براتيك هذه فقط شيما تيوريك. كيف قلت لكم يعني الامر بسيط جدا. بالنسبه لا بويسونس انا قلت لكم لا بويسونس كتدخل ليا هنايا 3 فاز دونك وهذا وهذا لا ميم سونس دونك غيدخلوا لي 3 فاز بحال هنا بحال هنا بحال بحال قوم غير بالشاد ديالهم الاول مع الاول الثاني مع الثاني والثالث مع الثالث. بالنسبه للك ان ام والك دو ام انفيرسور دونك هذا وهذا غيكون عنده انقلب لي فيل دو فيل انقلب بيناتهم دونك هي هذه الغوج ولا اللي هو الثلاثه الجون بقى في الميليو والنوار ولا هو الاول دونك باش يدير لي انفيرسور. كذلك هذا مع هذا انفيرسور كيف كتشوفوا معايا الغوج في التالي الغوج في الاول دونك وهذا وهذا لا ميم سونس وهذا وهذا لا ميم سونس هذا انفيرسور وهذا انفيرسور باش لما يوصل لي لايطاج 1 يدوز لي لايطاج 2 هذا يدير لي لانفيرس يولي لايطاج 1 وهذا يدير لي لانفيرس يولي لايطاج 0. دونك كيف كتشوفوا معايا في هذه الحلقه هذه دونك لي كاتر فاند كورس وكل شيء هو هذاك. دونك ان شاء الله الحلقه المقبله غادي يكون الدرس نشرح لكم الشيمه ديالو في السبوره ان شاء الله يا ربي. انتم شجعونا وبزاف ديال الاخوه اللي طلبوا مني هذا الشيمه براتيك وتيوريك ديال لي سانسور ان شاء الله يا ربي الحلقه المقبله غادي نشرح لكم في السبوره يكون شرح مفصل. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.